تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعوة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة التي سوف تستضيفها العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد فهد بن محمد بن منيخر القائمة بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث أكد سموه على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما تحظى به من اهتمام وحرص من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والتي كان لها أبرز الأثر في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تكاملا بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف سموه أن للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين دورا محوريا في خدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة ونصرتها، إلى جانب تعزيز مسارات الأمن والتنمية في المنطقة والدفع بجهود السلام فيها، معربا سموه عن تمنيات مملكة البحرين لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة كل التوفيق والنجاح في تحقيق غاياتها. من جانبه أعرب سعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص على مواصلة تنمية العلاقات الأخوية بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الجميع، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.